يعني هل نقول أننا أضعنا الحلم بأيدينا؟ هل أضعنا الحلم بأيدينا؟ كرة، يلا يا شباب، يا رب يا رب، الهدف الثاني الثاني، تمرير، يلا الثاني، جول! الله! جول لمنتخبنا الوطني! يا الله يا الله! الله! الله 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 الله! الله! دقيقة 93! شو اللي عم بيصير؟ والله للجماهير! ابكي! افرح! الله! لا 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 لا! الهدف الثاني يا شباب! الله الله الله! الله! الهدف الثاني لمنتخبنا، الهدف الثاني لمنتخبنا، وسجل، مين سجل؟ مين سجل؟ عم نتابع وعم نشوف السومة، ما لها غير السومة، ما لها غير السومة، الله الله يا السومة، الله يا السومة، هدف التعادل، هدف التعادل والمركز الثاني أو المركز الثالث الملحق العالمي، يا رب يا رب اعذروني اعذروني اعذروني، تلفت اعصابنا تلفت اعصابنا السومة، والله وسجل سجل السومة، الله عليك يا سومة، الله عليك يا سومة، ما لها غير السومة، نعم هكذا هي، هكذا هم ابناء سوريا، عندما يتوحدون يعودون وبقوة لا احد يستطيع ان يقف امامهم، لا أحد يستطيع أن يقف أمامهم، والله والله لا أحد يستطيع أن يقف أمامهم. عدنا إلى المركز الثالث، عدنا إلى المركز